ما زالت ردود الأفعال الإيرانية الدولية على حادث اغتيال العالم النووي الإيراني والمسؤول بوزارة الدفاع محسن فخري زادة الجمعة الماضي بضواحي طهران. فقد استهل البرلمان الإيراني اليوم الأحد أعماله بعقد جلسة مغلقة بحضور وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي والمسؤولين المعنيين لتقديم تفسيرات وشرح للنواب بشأن مقتل زادة بحسب وكالة تسنيم الإيرانية، والذي تصف تقارير عربية بأنه أبو القنبلة النووية الإيرانية. خلال الجلسة أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أبو الفضل عمويي أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط إسرائيل في اغتيال العالم النووي فخري زادة، وأشار إلى أن الجهات الأمنية توصلت إلى معلومات مهمة حول اغتيال زادة، وأضاف سنرد على عملية الاغتيال وإسرائيل ترتكب خطأ استراتيجيا إذ ظنت أن العملية ستبقى دون رد. إحنا معانا على الهاتف المحلل السياسي الأستاذ فادي عيد. مساء الخير يا أستاذ فادي. سنور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. بعد مقتل زادة، كيف تقرأ مدى قوة أو ضعف الجهاز الأمني والجهاز الاستخباراتي الإيراني، خاصة أنها ليست العملية الأولى التي تحدث في قلب طهران، سبقها قبل كده عملية، هل الأمن والاستخبارات الإيرانية في حالة اختراق؟ طب قبل ما نتكلم على حالة الأمن والاستخبارات الإيرانية وضعها، خلينا نتكلم من اللي حصل دوت واللي حصل في المدة الأخيرة واللي هيحصل في إيران. ده انعكاس واضح للصراع اللي موجود في واشنطن ما بين ترامب، شخص دونالد ترامب، والدولة العميقة الأمريكية. اللي بيحصل في إيران ده ليه؟ والتسريع وحركة نتنياهو السريعة، التطبيع السريع ده كله سببه ترامب مش عايز يمشي بسهولة، وإن يوم ما يمشي يبقى ساب كل العراقيل حاططها قدام بايدن تجاه إيران. وعشان يعني كده أنا كنت لسه هسأل حضرتك، هل ده ليه علاقة بإقالة رؤوس الدولة، عدد كبير من رؤوس الدولة العميقة اللي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحريك حاملة الطائرات نيمتس، وانتشار القاذفات في القواعد الأمريكية؟ هل ترامب ينوي على تفجير الموقف قبل رحيله بفترة بسيطة؟ شوف شتك بعد على النتيجة، واللي ترامب واثق ان فيها تزوير ايا كان، انا ما يهمنيش الصراع اللي بين الجمهوري والديمقراطي هناك، ولكن ترامب خلاص خد قرار انه يوم لو خرج من البيت الابيض مش هيخرج منها الا غير بحرب في منطقه تنفجر تخليه يستمر لولايه تانية. عشان كده امريكا ما بين وضعين، يا اما ولايه ثالثه لاوباما بس تبقى تحت عنوان جو بايدن، او ولايه تانية زي ما البومبيو احنا بنوعدكم هنسلم السلطه لكن لولايه تانية لترامب. في الحالة الأولى أوباما يبقى فيه فوضى نسبية في حالة ترامب عشان يستمر، فهو عايز انفجار كلي في المنطقة. والخطوات اتبعها ترامب في تصفية رؤوس الدولة العميقة ده من أول لما أعلنوا الهزيمة، البنتاغون، قادات من البنتاغون، قادات من المخابرات، حتى آخر اجتماع عمله ترامب مع قادات المخابرات من قيمة 10 أيام، جين هازبل نفسها مديرة الاستخبارات استبعدها من الاجتماع، خرج ناس كتير قوي من مستشارين للدفاع والسي اي اي والبيت الابيض نفسه، ابرزهم هنري كيسنجر، يعني اللي طلع عمره في البيت الابيض اكثر من الرؤساء الامريكيين نفسهم. هنري كيسنجر الاسبوع اللي فات هو مادلين اولبرايت والبرايت تسعه غيرهم اتخذ قرار ان هم يبقوا خارج دائره العمل في البيت الابيض او دائره اي عمل حكوميه في امريكا. قاذفات بي 52 زي ما حضرتك قلت اتحركت كلها ناحيه قواعد الامريكيه في الخليج. اوكي، الاجتماعات اللي بتحصل ما بين نتنياهو ووزرائه العرب، حملة الطائرات زي ما حضرتك برضه طرحتي وقلتي، والحالة التأهب القصوى اللي موجودة دلوقتي في الجيش الإسرائيلي، ونفس الكلام على الناحية التانية مع حزب الله. كنت أقول لك إن في قرار اتخذ إن هو خلاص مش هيمشي إلا بتفجير المنطقة عشان يستمر. يبقى على الأقل الاحتمالات اللي عايزها ترامب إن يوم ما يمشي يكون حط كل العراقيل قدام جو بايدن في الداخل أو في الخارج، مش في الخارج بس، حتى في الداخل. هي دي سياسته بتبع ترامب. إذا اختيار محسن زادة أو ما حدث في إيران في الفترة الأخيرة أو حتى ما هو قادم على إيران وحلفائها في المنطقة، كله انعكاس واضح للصراع الأمريكي الأمريكي اللي موجود داخل البيت الأبيض ما بين ترامب والدولة العميقة الأمريكية. وما بقولش جو بايدن، لا، بقول الدولة العميقة. الدولة العميقة بالضبط. طيب هسأل حضرتك، هو الرئيس روحاني قال إنه هنرد على مقتل زادة في الوقت المناسب، هل إيران بشكل عملي الآن تستطيع إنها ترد، ولا هترد عبر أذرعها في المنطقة، خاصة أنه قبل كده مقتل قاسم سليماني الرد عليه ما كانش يعتبر الرد الـ يعني اللي حسب الإيرانيين يليق بهيئته ووضعه؟ طبعا هو لازم نعرف حاجة وإيران عارفها كويس، ألا وهي أن أمريكا وإسرائيل مستنين منها أي رد عشان يفتحوا عليها الإعصار، وإيران عارفة الكلام ده كويس. فآخرها بتدور على ضربة استعراضية، إعلان بس وتهدئة الرأي العام الداخلي،
زي ما حصل في مقتل قاسم سليماني. قال لك نحتفظ بالرد المناسب، وقعدنا شويه لحد ما هنا ان في قاعده امريكيه اتضرب عليها كام صاروخ وكان باتفاق بين ايران وامريكا وتم اخلاءها قبلها. هو كان بيدور على بس تهدئه الراي العام الداخلي، ده اللي برضه هتدور عليه ايران، لان لو لجت لاي حاجه غير كده هتفيت عليها الاعصار من كل النواحي جنوبا وشمالا. ما ننساش ان اسرائيل موجوده في اذربيجان اللي موجوده شمال ايران، خصوصا بعد حرب كرباخ الاخيره بقت موجوده بكل ثقلها هناك. طيب فايران بتدور على بس رد اعتبار استعراضي واعلاني وليس اكثر لتهدئه الراي العام الداخلي. طيب سؤالي، البرلمان النهارده يعني اصدر قرار برفع نسبه تخصيب اليورانيوم 20% زياده، هل ده يعتبر ايضا رد ولا زي ما بنقول كده استغلال للموقف الخاص بمقتل زاده؟ الاثنين مع بعض بيستغل الوضعين في يعني بي يعني بيستغل بي بيجيب يعني بيحسب بنتين بهدف واحد. يعني هو عايز يرد على امريكا زي ما قلنا، بس هو برضه عايز رد محدود، مش عايز يخش في رد واسع. وفي نفس الوقت المشروع النووي هو عارف كويس قوي لما يجي جو بايدن هيبص بصه مختلفه تماما عن عكس ما ترامب اتعامل معاه. طب ده بيدي اشاره للامريكي واشاره برضه الداخل الايراني ان انا مش هسكت. بس ده لا يعد نوع من انواع التصعيد، خاصه انه يعني زي ما حضرتك بتقول وزي ما معروف انه يعني كان متوقع انه موقف جو بايدن من الملف الايراني هيكون مختلف. بالظبط، احنا زي ما احنا قلنا ايه، ولايه ثالثه لاوباما جايه. شوف مش بنقول رئاسه لجو بايدن، لا بنقول ولايه ثالثه لاوباما جايه. فالتعامل مع الملف النووي الايراني هيكون على نفس سياق اوباما، وربما يكون أسوأ على الجيران ايران اللي هم بالتحديد الدول الخليجيه. عشان كده الدول الخليجيه بتستبق الاتجاه نحو تل ابيب واسرائيل، انها عارفه كويس قوي ايه اللي جاي عليها، وعارفه جو بايدن هتعامل مع الملف النووي ازاي، وهي مش عايزه ترجع بعارب الساعه لورا تاني. بالعكس عايزه يكون يعني في افضل احتمالات ايران ان تفضل الوضع كما هو عليه. سؤالي الاخير يعني وعايزه اجابه، تتوقع حضرتك ردود من اذرع ايران في المنطقه ولا امر مؤكد؟ واولها الحوثي، فين في السعوديه كالعاده؟ اولها الحوثي بالظبط، ده كالعاده. كالعاده. انا بشكر حضرتك استاذ فادي عيد المحلل السياسي على هذه المداخله والمعلومات القيمه. رسميا